من نادي الزمالك هنروح لاخبار النادي الاهلي، واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي على اجراء تعديلات في تشكيل مباراته المقبله امام استاد ابيجان الايفواري بدوري ابطال افريقيا بعد التعادل مع نادي الاتحاد السكندري 1-1. قرر كولر اجراء ثلاث تعديلات في تشكيل النادي الاهلي امام الاتحاد، اولها عوده ياسر ابراهيم الى خط الدفاع بجانب رامي ربيعه بدلا من خالد عبد الفتاح، كمان هيرجع مروان عطيه الى وسط الملعب بدلا من عمرو السوليه، لان غياب مروان عطيه كان بسبب شكوى في الام في الركبه. كمان قرر كولر استبعاد كهربا من التشكيل الاساسي وهيشارك بدلا منه طاهر محمد طاهر في مركز راس الحربه، في ظل استمرار طبعا غياب وسام ابو علي على ان يتم عوده بيرسي تاو للمشاركه في التشكيل الاساسي بمركز الجناح. هيخوض النادي الاهلي مباراه استاد ابيجان يوم الثلاثاء اللي جاي في الساعه 6 مساء في الجوله الاولى من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.